نواصل الكفاح ويا رفيق ارتاح ارتاح ويا رفيق ارتاح ارتاح سنواصل ارتاح قمع وبركة ما تقمع وهادشي ما كيخلع وهادشي ما كيخلع اسمع 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 مزيان اسمع 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 مزيان اسمع 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 الأرملة لا تهان والأرملة لا تهان والشهيد لا يهان والشهيد لا يهان جاية 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 مو جاية جاية مو جاية جاية هز قدام وحط قدام هز قدام وحط قدام وحرك ايتهاب وحرك من حقوق مقصية من حقوق مقصية كف الملا مو شرطي هو الوصيل الوحيد موجة موجة جاية موجة موجة جاية في هذا اليوم الأغر تحية إلى رجال الأمن اللي صاروا على هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية. اليوم احنا في الوقت اللي كنعرفوا أن حقوق الإنسان تقدمت يعني ببلدنا يعني بواحد الكيفية عالية، اليوم كنلقاو هذه الشريحة ديال المجتمع ديال المتقاعدين اللي كيعانيوا من التهميش من طرف هذه المؤسسة الوصية اللي هي مكلفة لها عليها واحد المسؤولية عتيقة باش تقوم بالمهام وخدمة هذه الشريحة ديال المتقاعدين. إن هنا اليوم كنعبروا على السخط ديالنا وعلى السنكار ديالنا على الحملات التوسعية هاد العشرات اللي كنعانيوها من هذه المؤسسة هذه اللي ما كتخدمش اللي ما كتشرفناش وما كتشرفش المتقاعدين باش تصارع على الحقوق ديالهم. وحنا من هالمنبر حنا يعني ندينو ونشجبو الاعمال التوسعيه. قرب الميكرو قرب الميكرو. اليوم هذه الوقفه كنعبروا على السوق ديالنا لان حنايا هنايا ما جايش غيرك لان التقينا عده مطالب وتم الاهانه ديالنا من طرف السلطات. اولا كنشكر المنابر الاعلاميه اللي جات كتازر قدماء العسكريين وقدماء المحاربين بجميع فئاتهم. اليوم كاينه وقفه على الصعيد هي محليه وجهويه على الصعيد الوطني يعني في كل المدن، فهي كاينه هذه الوقفات احتجاجيه السلميه اللي جات فيها هذه الشريحه تعبر على الاستياء ديالها من التجاهل اللي طال ملفها المطلبي، وهي كتناشد جلاله الملك محمد السادس لانه القائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه نصره الله، كتناشدوا باش ينصف ويغيث هذه الفئه اللي المهمشه اللي كتعيش ظروف قاسيه نظرا للتهميش والاقصاء اللي كتعاني منه في الوطن ديالنا. هذه الفئه اللي هي حمات الوطن وقدمت الكثير من تضحيات الجسام لهذا الوطن العزيز، فشعارنا دائما الله الوطن الملك وعاش المغرب بلدا حرا ابيا وعاش الملك محمد بن السادس ولا عاش من خانه والله الوطن الملك. اجي اخويا. السلام عليكم اخواني. كان اولا قبل كل شيء كنشكر المنابر الاعلاميه وبغينا هذا الصوت ديالنا توصلوا، كنطلب من الاقلام الذهبيه ديالكم يوصلوا الصوت ديالنا والمعاناه ديالنا للمسؤولين على المؤسسه العسكريه بالاخص المؤسسات العسكريه. كطبعا احنا بصفتنا كحماة الوطن خدينا عده وقفات احتجاجيه المطالب مطالب ديالنا مشروعه وحقوقيه. درنا وقفات ما هي محليه وجهويه ووطنيه، اخر ما درنا وقفه وطنيه امام قبه البرلمان وطلبنا المسائل ونزلوا عندنا المسؤولين عن القطاع ديال العسكري واعطونا وعود، يعني اعطونا وعود بان هناك مستجدات، ولكن هذه الوعود هذو كاذبه منذ 2018 وحنا كنسمعوا في الوعود وشي حاجه ما كايناش، وحنا مازال كنعيشوا الفقر والتهميش والاقصاء والحقره. دابا في هذا العهد دابا اللي حنا فيه مازال كنعيشوا المعاناه مع معاناه، كنعرفوا بان غير الدخول المدرسي هو اخر ما كاين، الابناء ما لقاو باش يشريوا حتى يعني هذه الادوات المدرسيه، يعني تحرموا من الدعم المدرسي، الا جينا نقولوا الشراء ديال الكتب والمحفظات وزيد وزيد، هذو غير الابناء ديال الابتدائي، ما بالك الاعدادي والثانوي والجامعي وزيد عليها حتى التكوين المهني، هذا راه عيب وعار. وحنا دائما كنقولوا المؤسسه ديالنا هي الوصيه، يعني تشوف من الحاله ديال الاخوان اللي هما راه اصبحوا واقفين على عتبه الفقر المدقع،
راكم كلكم كتشوفوا الاثمنه والاسعار في الوصلات ديال المواد الغذائيه الاستهلاكيه. ونتمنوا منكم نتوما كمنابر اعلاميه توصلوا الصوت ديالنا، توصلوا الصوت ديالنا. وكنشكركم كنشكركم حتى نتوما راكم كتنضوا من اجلنا، وتحياتي لكم وتبارك الله عليكم. السلام عليكم، معكم الاخ سعاد بومزود ارملات محارب. وحنايا تنشكر هذا الاعلان اللي تيجيو عندنا وتيشوفوا الحقوق ديالنا وتيوصلوا علينا الاصوات ديالنا. حنا بغينا الصوت ديالنا يوصل الاميره الله ينصرها وينصر ويوصل سيدنا الله ينصرو. هادشي اللي تنطالبوا، حيت هاد الحكومه راه همشتنا وهاد الدوله همشتنا. حنا الرجال ديالنا حروا الصحراء، حروا الصحراء وماتوا في الصحراء وخرجوا مراضين من الصحراء. وحنا ارملات رجالنا حروا الصحراء وبردوها، ولكن حنايا شبرد شبر ما عندناش فين نسكنوا. حنا شبرد الارض ما كنتمناوهاش فين نسكنوا، لا سكن لا عيشه. كيشدوا 4000 ريال وكيشدوا 10000 ريال وكيشدوا 14000 ريال. هاد الارملات مهمشات بين بولادهم، مهمشات لواحد الدرجه اللي ما تصورش. حنايا ما بقى لنا ما كان غير كنشوفوا الديسير ما تنشريوهاش، حنايا غير تنشوفوا الماكله ما تناكلوش، حنا اللباس ما تنلقاوش باش نلبسوا، ما تنلقاوش باش نعسوا، ما تنلقاو حتى حاجه، لا فراش لا لباس لا والو. وتنطلبوا من سيدنا والاميره نصف هاد الارامل، نصفنا كارامل، حيت حنا الرجال ديالنا حروا الصحراء، حروها. وحنايا بغينا حتى حنايا واخا غاشبر فين سكنوا وفين سقروا. كنطالبوا بالسكن وكنطالبوا بالعيش الكريم لينا لوليداتنا. وشكرا لكم، وعاشت الاميره وعاش سيدنا، عاش سيدنا، عاش الملك وعاشت الاميره. وحنا كارامل نصفونا، حيت حنا النهار اللي غنموتوا راه هذاك المعاش ديالنا راه غيديوه غيورثوه. علاش دابا حنا تيعذبونا ويخرجونا نموتوا في الشارع؟ علاش حنا وصلنا 80 عام وغنخرجوا نبقاو نموتوا في الشارع؟ كلمه اخيره اختي، كلمه الاخيره، عاش الملك وكنطلبوا الحقوق ديالنا، العيش الكريم وينصفنا، وعاشت الاميره والاسره العلويه.